بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، دي المحاضرة الرابعة في الجزء بتاع السيمي كوندكتورز. نتمنى إن احنا ما نكونش زهقنا من كم المعادلات وكم الأناليسز اللي موجود، ولكن ده شغلتي أو يعني ده الفانكشنز بتاعتي كمهندس، بعيد عن التكنيكال بيرسونالز. طبعا إن شاء الله النهاردة هنتكلم برضو عن البي ان جانكشن كاركترايزيشنز، او بمعنى اللي هي البي ان جانكشن كاركترستيك. واحنا عارفين كلمه كاركترستيك مقصود بيها العلاقه بين الاي والفي، وازاي بنجيبها وبنكرر مره اخرى. خلي بالكم لان البي ان جانكشنز هي الاساس علم الالكترونكس. هي طبعا كل اللي بعد كده هتلاقيه بي ان جانكشنز كونستراكشنز الدبليشن. بعض البيهيفيرز بتاع البي ان جانكشنز كدايود ريكتيفايرز، كفوتو دايود، كسولار سيل، كفاريابل كاباستنس. مين فانكشنز بتستخدمها بنستخدم فيها البي ان جانكشن. فان شاء الله المحاضرة دي هنعمل كونكلوجنز، يعني مش سريع، يعني بعض الديتيل شوية عشان الطلبة او الناس تبتدي تعرف الجزء بتاعنا. الاوتلاينز بتاع المحاضره ديت هي البي ان جانكشنز، سواء هي نوعين ابربت جانكشن او لينير جريد جانكشنز. وبعد كده هنتكلم على الدبليشن كاباستنس، وده الريفرنس. الكويز ده احنا خدناه في المحاضره اللي فاتت او في المجموعتين اللي فاتوا، واتمنى الطلبه تكون على درايه بالاجابه السليمه. تعالوا بقى نتكلم بهدوء جدا. طبعا انا في النهاية خالص عايز أوصف علاقة أي سيستم عشان أوصفه. ويمكن قلنا مثلا في المحاضرات البندول البسيط، لو أنا عايز أوصف البندول البسيط لازم أحول حركة البندول إلى معادلات. لو عايز أوصف إلكترونيك سيركت بحولها لمعادلات، النود إيكويشنز أو المش إيكويشنز او اللوب ايكويشنز، سواء النود ميثودز او اللوب ميثود، كيرشوف كارنت لو، كيرشوف فولتج لو، كل ده بيطلع لي بتوصف لي المعادله الدايره كانها معادله. طبعا في الفولتج كيرشوف لو والكارنت لو كل دي معادلات بتطلع خطيه والحمد لله، وبالتالي بطلع كان انا حطيت اميتر وفولت اميتر وطلعت قيم الفولتج والكارنت جوه اللوب، يبقى انا بوصف الدايره كانها معادلات. لو اتنقلنا شوية في الجزء الميكانيكال البندول البسيط زي ما شفنا، بس للأسف المعادلة بتطلع معادلة تفاضلية. هذه المعادلة التفاضلية بحلها بيتوصف لي حركة البندول البسيط ان هو بيهتز ثم يثبت بعد ذلك. ولو ثبتنا ان ليه حضراتكم لو انا اديت شوية طاقة للبندول ويقف، هتقول ان الطاقة فقد الطاقة اللي انا اديتها له وابتدى يثبت عند الستيدي ستيت بتاعته، يهتز شويه كده وينزل. طب لو مفيش فقد يبقى يهتز على طول، وبالتالي انا توصيف الحركه بتبدا من معادله تفاضليه او معادله خطيه. نفس الكلام بالنسبه لجوه السيمي كوندكتور ديفايس او اي ديفايس. انا لو قدرت اوصف حركه التشارج وحركه الالكترونكس بمعادلات تفاضليه هقدر اجيب اللي انا عايزه. على سبيل المثال ايه اللي انت عايزه؟ يعني كل الهيصه دي انت عايز تجيب علاقه بين اي وفي، تجيب علاقه بين اي وفي. طيب ما انا عندي بوثائق ايكويشن بتقول لي دي 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 تربيع ابسلون، حيث ابسلون دي عباره عن الفولتج، يعني بعض الكتب بتكتبها دي 2 في باي دي اكس تربيع، هتساوي ال قول معايا، هتساوي الدي اي باي دي اكس. الدي اي باي دي اكس ديت تمثل تفاضل الثاني للالكتريك فيلد، هتساوي رو اس على ابسلون. بمعنى لو انا عندي اي مكان فيه تشارج دنسيتي، فيه تشارج دنسيتي رو اس، يبقى فيه الكتريك فيلد. ما انت عارف ان لو فيه تشارج فيه الكتريك فيلد، وما دام فيه الكتريك فيلد فيه فولت. طيب انا اجيب العلاقه ازاي؟ يبقى لو ربطنا العلاقه دي بالمعادله التفاضليه اللي قدامنا دي كلها كده، ان هي بتساوي دي 2 ابسلون او دي 2 في باي دي اكس تربيع
بتساوي ماينس دي الاي باي دي اكس اللي هو الالكتريك فيلد، هتساوي ماينس رو اس على ابسلون، وابسلون دي البرميتيفيتي اللي بتساوي ابسلون نوت في ابسلون ار. خلاص دي المعادله الاساسيه اللي هنشتغل بيها. طيب لو احنا جينا بصينا للبي ان جانكشن هنلاقي التشارج ديستريبيوشنز بالشكل ده، وده عارفين جت ازاي، حركه الالكترونات من نتيجه من الديفيوجن كارنت والدريفت كارنت، الحركه نتيجه لاختلاف الكاريرز، هنا ان اكسبتور وهنا ان دونر. الان هنا طيب غير الان الكترون، الكونسنتريشن بتاع الان ماتيريالز بتاع الالكترون جوه الان طيب اعلى بكتير جدا من الكونسنتريشن جوه البي طيب، وبالتالي بيحصل ديفيوجن والحركه اللي احنا قلناها في المحاضره اللي فاتت، وبيتولد تشارج، تشارج في الدبليشن ريجون، الدبليشن ريجون فيها تشارج زائد وناقص، ناقص في الان تايب لان دي بتسيب الكترونات، والزائد في البي تايب اند سو اون. طيب ما احنا لو عوضنا هنا في المعادله دي بالرو اس نجيب الالكتريك فيلد. ايه هو بقى الالكتريك فيلد؟ هكامل الكلام ده، دي بالناقص تكاملها اهو، ودي بالزائد تكاملها ميل ميل بالزائد، خط مستقيم ميله بالزائد، ويطلع هذا الجزء يمثل الالكتريك فيلد. طب الالكتريك فيلد فروم ماينس ما لا نهايه لغايه اكس بي بكام؟ مفيش تشارج، رو اس بصفر، ومفيش انيشال كونديشن، وبالتالي بزيرو. هنا الانيشال كونديشن بكام؟ بزيرو. الانيشال كونديشن هنا بزيرو، وبالتالي من اكس ان اب تو ما لا نهايه، الاكس ان هنا ده حدود الدبليشن ريجون بتاع المنطقه اللي هنا دي. في اللحظه دي ده الالكتريك فيلد اللي هيتولد نتيجه لنقل الالكترونز من هنا لهنا، وبالتالي في اللحظه دي فقط هيتوقف عمليات الديفيوجن، او مش هتتوقف وهيتولد دريفت كارنت يساوي ويضاد الديفيوجن كارنت. كلها اناليسز تقول لمعنى واحد. طب الاي ماكسيمم بتساوي كام؟ نقدر نجيبه من الانيشال كونديشن لما ده بزيرو، ونقدر نجيب ده بكام، ونقدر نجيب ده بكام. ماشي يا شباب. طب لو انا عايز اجيب الفولت، يتكامل ده مرتين، يتكامل ده كام؟ مره واحده. طب التكامل هنا من ناقص ما لا، لو قلنا دي في باي دي اكس تربيع هتساوي دي اي باي دي تي، ادي الاي خلاص هنكامل دي، هتطلع دي في باي دي اكس تساوي الاي، واضح؟ او ناقص اي. هنبتدي نكامل من ناقص ما لا نهايه لغايه ما لا نهايه، والتكامل المحدود يمثل المساحه تحت المنحنى. من ناقص ما لا نهايه لغايه نهوت بزيرو، هيبدا هنا بزيرو، ثم بعد ذلك يزداد المساحه تحت المنحنى بنص دبليو في الاي ماكسيموم، بنص، وهي دبليو ديت تمثل اكس ان زائد اكس بي اللي هي الديبليشن ويدز بتاعتي. ومن هنا في اللحظه دي يا شباب انا اقدر اقول ان الالكتريك فيلد هيزيد يزيد يزيد لغايه ما يوصل هنا نص دبليو في الاي ماكسيموم، وبعد كده من ناقص من ناقص اكس ان لغايه بي هتلاحظ انه هيساوي نفس القيمه. طب والفولت ده عباره عن ايه؟ هو الفولت اللي وقف عمليه الديفيوجن، ان احنا سميناه البوتنشال بارير او الجهد الحاجز. انا بقول دي تاني ليه؟ يعني اذا انا لو عندي اي تشارج ديستريبيوشن، تشارج مش تشارج كارير، تشارج مش تشارج كارير، تمام؟ عشان كده بقول لك هنا فري كارير ار توتالي ديبليتد، سو ديبليتد مفيش فري كارير هنا بس في تشارج، ما دام في تشارج يبقى في الكتريك فيلد وفي فولت. ازاي تجيب؟ بالتكامل، باستخدام الرياضه، بالتكامل المحدود زي ما بيسموه. اوكي طيب في اللحظه دي هو نفس الكلام اللي قلت لك عليه اهوت، والراجل ابتدى يقول ان دي بتساوي كذا، وابتدى يكامل مره واتنين لغايه ما يوصل ان الكونديشن اللي تحت ده هو الكونديشن بتاع الماكسيمم بوزيشن، او ان الان اكس الان اكسبتور في الاكس بي تساوي الان دونر في الاكس ان، واضح ولا يعني الكونديشن ده؟ ويا ريت تعملوا له اناليسيس كويس جدا، ليه الكونديشن ده طالع منين؟ هو طالع من الكلمتين اللي مكتوبين دولت، اتمنى ان كل واحد يعمل اناليسيس بنفسه ويحاول يقنع نفسه بيهم، واللي مش ما يقتنعش بقى يعني ممكن يجي يسال. اوكي في اللحظه دي يا جماعه، في اللحظه ديت ادي ادي المعادله اهي، وادي السوليوشن في الان سايدز، وبعدين في البي سايدز، وبعدين جاب الالكتريك فيلد از فانكشن اوف اكس،
وابتدى يجيب الاي ماكسيمم، وابتدى كل دي معادلات ماثيماتيكال بروسيس بقى، تكامل محدود من ناقص كذا لكذا، وحدد المنطقه من هنا لهنا في قيمه، ومن هنا يبقى من هنا لهنا في تكامل، ومن هنا لهنا في تكامل، ومن هنا لهنا في تكامل، ومن هنا لهنا في تكامل. واضح؟ اللي هو بيسميه من اكس فروم زيرو الكونديشنز، او عند كل واحده وياخد الانيشال كونديشن. الفي بي اي هتساوي من ناقص اكس ان لغايه، من ناقص اكس بي لغايه اكس ان، طبعا باشاره ناقص عشان الايكويشن اللي فوق من بواسطه ايكويشن. اوكي؟ فالجهد ده بيسميه بيلت ان بوتنشال او البوتنشال باريرز، الجهد الذي تولد واوقف عمليه الديفيوجن. في اللحظه دي بنقول في تو سيناريو. السيناريو ده يا اما الجهد ده ولد كرنت يساوي ويضاد الكرنت اللي جاي من الدبليشن، يعني التيار اللي بيعدي بيرجع تاني نتيجه للالكتريك فيلد، او انه توقف عمليات الدبليشن، والاثنين واحد. والاثنين معنى سيناريو لصيغه واحده بس، ان الجنكشن ابتدت توصل للستيد ستيت بتاعتها، مفيش نقل من الكارير من هنا من الان تايب للبي تايب ومن البي تايب للان تايب، ده سموه البوتنشال بارير. خلي بالكم ان احنا السيناريو ده هنعوزه بعد شويه، ان التيار جزئين، جزء من الديفيوجن، جزء ناتج من الديفيوجن من اختلاف الكونسنتريشن الديفيوجن كارنت، وجزء ناتج من الدريفت كارنت. طبعا هنا ابتدى الراجل يعني يحط علامات على الطريق الالكتريك فيلد ده، وعنده النقطه دي ومفروض يتساوى عند الاكس ايكوال تو زيرو، وابتدى يقول ان الفي بي هيساوي نص الاي ماكسيمم في الدبليو. الاي ماكسيمم جابها اهي، وادي انا عايز اقيس الدبليو بقى بكام، يعني ايه الدبليشن ويدز دي هاو ماتش، كم متر يعني، وبالتالي هيقدر يجيب الدبليو از ا فانكشن اوف الفي بارير. ادي الفي بارير، ادي المعادله، وابتدى يقول الدبليو بتساوي الجذر التربيعي ل 2 ابسلون كيو على ان اكسبتور زائد ان دولار على ان اكسبتور في ان دولار في الفي بي اي. والفي بي اي هتلاقي الاكسبريشن ده احنا ثابتينه المره اللي فاتت، بتساوي الفي تي لن ان اكسبتور لن اكسبتور ان دولار على الان اي تربيع. خلاص كده احنا قدرنا بالاناليسيس دي at steady state at without any يعني at zero time، بعد الزيرو تايم والستيدي ستيت حسبنا الدبليشن ويز دي تبقى قد ايه، البوتنشال بارير قد ايه، الالكتريك فيلد ماكسيمم قد ايه. ماشي؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا تدرب ايدك عليها عشان تبقى تعرف تستخدم القانون صح. لو بصينا للاكزامبل السريع ده يا اولاد هنلاقي بالظبط كده، بيقول لي ان انا عندي جانكشن الان اكسبتور بكذا والان دونر بكذا والتمبريتشر بتاعتي بكذا، احسب لي الويدز. الويدز هنا طلع 1 مايكرو، وزي ما بقولنا في المحاضرات، طب كام ميني دايودز يتحط في 1 ملي في 1 ملي؟ الواحد ملي الدايود واحد، الويدز بتاع الدايود الواحد 1 مايكرو. طب الواحد ملي يتحط فيه كام؟ يتحط فيه 1000 في دبليو، 1000 دايودز، 1000 دايودز. طب لو 1000 في 1000 يعني مربع بقت مربع، 1000 في 1000 يطلع مليون، يعني 1 ملي في 1 ملي اقدر احط جواهم كام دايود؟ مليون دايود. وهي دي كلمه، ده فكره الانتجريتد سيركت، ان انا في مساحه صغيره جدا اقدر ابني دوائر كتيره كبيره جدا وكتيره وتدي فانكشن معينه، وده اللي خلى الكمبيوتر واللابتوب والموبايل اللي في ايدك يبتدي ينتشر واصبح يدي فانكشنز كبيره جدا. يعني الموبايل اللي في ايد حضرتك ما هو الا كمبيوتر متحرك معاك بتقدر تستخدمه وتبعت وترسل وتستقبل وكل حاجه. ماشي؟ ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى على اني اصبحنا ان الديفايس في رينج ال 1 مايكرو متر اقدر احط في 1 ملي في 1 ملي مليون اليمنت، مليون دايت. ماشي يا شباب؟ السيناريو بقى اللي احنا بنتكلم عليه، انا اللحظه دي خلينا نتكلم الاول، نقول يعني ايه الجنكشن اتكونت في ات فيرست الزيرو تايم اللي احنا اتكلمناه، اللي هو زمن الفابريكيشن، في لحظه الفابريكيشن وتكوين الجنكشن بيبتدي في الاول الديفيوجن كارنت يكون ماكسيمم كبير جدا،
وكل مدى وعمال يقل لغايه ما يوصل للزيرو ات ويتولد بوتنشال بارير بيساوي في بي اي. في اللحظه ديت نقول ان في بي اي ده كانه سور واقف قدام الكارير تشارج او الفري الكترون انها تعدي اليمه الثانيه. تمام؟ متخيلين دي؟ كان في سور عالي كده في الجنكشن، في سور عالي في الجنكشن. لو احنا بصينا ليها هنا كده اهو، كان في سور عالي موجود ما بيخليش الكارير دي تتنقل هنا ولا الكارير دي تتنقل هنا. لو احنا بصينا لدي كده هنلاحظ اهي، لو احنا لو الجنكشن دي ستيدي ستيت خلاص، وابتدت الامور كان الكارير اللي هنا اللي هو الالكترون ما بيعديش، وهنا الهولز ما بتعديش. واضح كده يا شباب؟ مفهومه دي؟ طيب لو انا حبيت امرر تيار، لو حبيت امرر تيار في الجنكشن دي اعمل ايه؟ عندي طريقتين، يا اما اخلي الكونسنتريشن ده يزيد شويه عشان يتغلب على الجهد الحاجز، او اقلل الجهد الحاجز. تاني، يا اما انا عندي اتنين كرنت جوه الدبليشن ريجون، ديفيوجن يساوي الدريفت، اللي بيروح بيرجع اللي بيروح بيرجع اللي بي... ده السيناريو اللي في دماغنا. طب امتى اخلي فيه كرنت يطلع بره الجانكشن يمشي هنا لو واحد منهم اكبر من التاني؟ طب الديفيوجن اخليه اكبر ازاي؟ ازود الكونسنتريشن هنا. طب ازود الكونسنتريشن ازاي؟ اول طريقه لتزويد الكونسنتريشن هتيجي في دماغنا ان سعادتك تضيف انرجي من بره. لو ضفت انرجي من بره هيتولد الكترون هول بيرد، الكونسنتريشن بتاع الكارير تشارج هتزيد شويه، وبالتالي هتعدي السور. خلينا نتكلم ونعدي السور او نعدي البوتنشال بارير، ويبتدي يمر تيار. في اللحظه دي هيبتدي يمر تيار نتيجه لوجود ايه؟ انرجي جايه من بره. لو انتم متخيلين ان انا بضيف طاقه ضوئيه او طاقه ضوئيه على 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 الخليه، بيتولد الكترون هول بير، بيولد كرنت خارجي، دي الخليه الشمسيه. يبقى هنا الدايود ممكن يشتغل كخليه شمسيه، انه يولد كارير نتيجه يولد كرنت نتيجه لوجود ايه؟ نتيجه لوجود انرجي جاي من بره، اختلاف في الكونسنتريشن. لو زاد الكونسنتريشن شويه يا شباب هيبتدي يعدي، او يبتدي الكرنت ديفيوجن يبقى اكبر من الدريفت كرنت ويطلع كرنت في الاوتبوت. تاني ولا لسه مش واضحه دي؟ او ان احنا نقول ان البوتنشال اللي جاي من بره، او نحط جهد من بره، الجهد ده ممكن نبص له من اليمتين. الجهد انت عارف كيرشوفز فولتج لو بيديني جهد كلي، يا زائد يا ناقص. طب لو تخيلنا البوتنشال بارير ده البلت ان اللي جوه، حطيت له جهد قلل النت فولتج، بقى في بي ناقص الفولت اللي ابلايد، والكونسنتريشن زي ما هو ثابت، يبقى السور قل، وبالتالي هيتمرر كارير نتيجه لمين؟ طب لو الفولت ده بصفر يرجع البوتنشال بارير تاني يزيد والتيار بيزيد. الله، يبقى الفولت اللي هحطه من بره هيمرر تيار، هي دي اللي اسمها الفي اي. طب العلاقه بينهم ايه؟ هي دي اللي بنسميها الاي في كاركترستيك للدايود للبي ان جنكشن. واضح؟ او ان انا اقول البوتنشال بارير ده ثابت والكونسنتريشن هيزود الفولت، هيزود الكونسنتريشن. ازاي يا عم الفولت يزود الكونسنتريشن؟ لو تخيلت اللي قدامي دي حطيت هنا جهد سالب في الحته اللي انا بشاور عليها دي، جهد سالب هنا، الالكترونيات دي هنا هتيجي عند السطح دي تزيد ولا تقل؟ الجهد السالب يزق الالكترونيات كده عشان تتركز حوالين النقطه دي، فتزيد توصل لغايه النقطه دي، تعلو عن الجهد الحاجز، تقوم يمر تيار. طيب لو حطيت هنا ناقص احط هنا ايه؟ احط هنا زائد. يبقى لو حطيت هنا زائد وهنا ناقص هيبتدي الكونسنتريشن ده يزيد برضه هنا عند السطح عند اللحظه دي، وهتبتدي ما دام زاد الكونسنتريشن ديو تو الفولت هيمر الكرنت، الديفيوجن كرنت هيزيد وبالتالي يمر الكرنت، بس ده اندر كونسامبشن ان البوتنشال بارير ايه؟ ثابت. او ممكن اقول يعني تو سيناريو، ممكن اقول اذا الفولت اثر على البوتنشال بارير قلله وبالتالي مر التيار. واضح؟ طب تعالوا نقلبها كده، نحط هنا جهد موجب، ايه اللي هيحصل في دولت؟ الالكترونات دي كلها هتتزحل يمها دي، يعني الماكسيمم ده هيجي اهو
والمينيمم ده يجي هنا. طب هنا البوتنشال بارير ثابت، لان انت قلت خدت السيناريو بتاع ان الفولت هيغير في الكونسنتريشن. غير ازاي؟ قلب ده بقى من هنا كده، بقى يجي كده لغايه هنا زيرو. ليه؟ لانه جم لان هنا في زائد، فالزائد جذب الالكترونيات الحره، فبقت عدد الالكترونات الحره هنا عند الجنكشن قليل، ما مش قادر اتعدي البوتنشال بارير. يبقى التيار بكام؟ بزيرو. الله، يعني لو حطيت هنا زائد وهنا ناقص في تيار، لو قلبت البولاريتي هنا زائد وهنا ناقص التيار بزيرو. يبقى الديفايس ده قابل، هيصبح اسمه سيمي كوندكتور ديفايس. سيمي كوندكتور ديفايس ليه بقى؟ لان انت كلمه سيمي كوندكتور معناها ماده اذا حطيت عليها كونديشن توصل، واذا شلت الكونديشن او قلبت الكونديشن تبقى ايزوليتد. يعني ايه التيار بقى بزيرو لما حطيت هنا زائد وهنا ناقص؟ يعني ايزوليتد. يعني ايه التيار موجود لو هنا زائد هنا ناقص وهنا زائد؟ يبقى كوندكت. يبقى هنا الديفايس ده ممكن يشتغل از سيمي كوندكتور ديفايس، يوصل اندر كونديشن وما يوصلش اندر كونديشن اخر. السيناريو بتاع الكرنت بيتولد ازاي؟ احنا قلنا احنا عندنا اتنين كرنت، ديفيوجن كرنت او دريفت كرنت. الديفيوجن كرنت بيتاثر بالكونسنتريشنز. الكونسنتريشن ده يتغير بحاجتين، يا اما طاقه جايه من بره تولد الكترون هول بيرز، او فولت احطه بحيث يزيح الالكترونيات تتركز حوالين السطح، تقوم يزيد التركيز عند السطح ويتتغلب على الجهد الحاجز ويصبح الديفيوجن كارنت اكبر من الدريفت كارنت، ويبقى في نت كارنت بره يتناسب مع الفولت اللي موجود اللي انت حاطه. اوكي ماشي. في اللحظه دي يا شباب اهو الراجل اللي انتوا كنتوا بتسموه اتجاه امامي واتجاه خلفي، لو انا ده الجنكشن فيها بوتنشال بارير والدنيا التيار بزيرو اهوت، مفيش اي حاجه خالص، الويدز اهوت نقدر نحسبه من القانون بتاعنا. طب لو حطينا جهد بالفورورد هيمر تيار، لان ابتدى الجهد الحاجز يقل، بقى في بي اي ناقص في اف، وبالتالي مر تيار، بس الدبليشن ويدز قلت او الدبليشن ويدز قلت. لو حطيت جهد بالريفيرس بقى في بي اي زائد في ار على وزاد، او السورس ارتفع، البوتنشال بارير ارتفع، الافكتيف بوتنشال بارير، وبالتالي الكرنت ايكوال تو زيرو. ومن هنا بنسميه فورورد دايركشنز، او اللي انتوا كنتوا بتسموه في الثانويه العامه امامي، او الريفيرس دايركشن. اوكي، في ادي الفورورد وادي وادي الويدز وادي الريفيرس اند سو. احنا اثبتنا المحاضره اللي فاتت ان الجي بي بتساوي الكلام ده في اي اس في على الفي تي، حيث الفي تي او الفي سيرمال، اسف، هي ده الفي سيرمال. اوكي، ده في سيرمال هتساوي الكي تي على كيو ناقص واحد، وادي الجي اللي ناتج من الالكترون، ما احنا قلنا في دريفت وفي ديفيوجن، والدريفت ناتج من تو تايب اوف كاريرز سواء الكترون او ديفيوجن، وبالتالي بيجمع الاثنين، بيجمع كده الاثنين ويقول لي ان التيار بيساوي كذا، وادي التيار الكلي، وادي التيار الكلي، وادي الكيرف بتاعي اللي بيمثل المعادله دي. اوكي، طبعا احنا هنا بنقول التيار هنا ثابت والتيار هنا متغير. اوكي، بالشكل ده. طبعا التيار هنا جي اس، لو عوضنا في المعادله دي عن الفي بصفر هتلاقي المقدار ده بواحد، يبقى زيرو. هنا نفس، وبالتالي التيار في الريفيرس الفي دي بالسالب، يبقى المقدار ده هو اقل بكتير جدا من الواحد، يبقى بصفر تقريبا، يبقى ناقص جي اس اهو، ناقص جي اس او ناقص واحد. طبعا هنا لو في الفورورد المقدار ده كبير جدا، اكبر من الواحد، وبالتالي بيطلع اكسبوننشال فانكشن في الفورورد. اوكي، دي الاي في كاركترستيك دي اللي هنستخدمها عشان لما اقول لك الفولت اللي على الدايود 3 2 5 7 من 10 8 من 10، تقدر تعوض في المعادله دي وتطلع الجي وتضربها في المساحه تطلع لك التيار، او المعلومه بالاي اس يديك الاي اس كامله،
وبالتالي هتعوض عن الفي، وعندك الفي تي او الفي ثيرمال والاي اس تطلع التيار وتعمل جدول وترسم العلاقه بين الاثنين بالشكل ده. هنا حتى كده بنقول الدايود هنا لو الباور هنا بوزيتيف بوزيتيف يبقى بوزيتيف، هنا نيجاتيف نيجاتيف يبقى بوزيتيف، هنا نيجاتيف. طب يعني ايه اتنين؟ اذا كانوا دولت باور استهلاكيه فدي باور دريفر، وهنا في اللحظه دي بنقول الدايود هنا شغال بي ان جانكشن فورورد وريفرس كسيمي كوندكتور ديفايس، هنا يشتغل يدي طاقه اللي هي اللي احنا اتكلمنا عنها ان ياخد الطاقه الضوئيه يحولها لطاقه كهربائيه لو قدرت اشغل الدايود في الحته دي. اوكي، طبعا هنا المقاومه تمثل الدي في باي دي اي، الدي في باي دي اي، وبالتالي الدي في باي دي اي هنا بكام؟ بما لا نهايه، بس في تيار مارر. يعني لو احنا خدنا الدي في اي هنا دلتا في باي دي اي تطلع ما لا نهايه، وتطلع المقاومه للاسف الشديد بما لا نهايه. لكن لو حبينا نجيب ما يسمى الاستاتيك ريجستر والديناميك ريجسترز، طبعا دي مشكلة نون لينياريتي، واللي احنا تعاملنا ازاي نتعامل مع النون لينياريتي، ان لو انا عايز اجيب المقاومة هنا لازم اشوف نقطة التشغيل واجيب ميل الخط المستقيم، هنا لازم احدد نقطة التشغيل واجيب ميل الخط المستقيم. دي اسمها الاي في كاركترستيك للدايت، الاي في كاركترستيك للدايت، وده العلاقة النهائية دي اللي بنستخدمها في حل المسائل، بيديك الاي اس وانت بتحدد نقطة التشغيل بتاعتك انت فين وفين، وبتحدد الار دايناميك والاي ستاتيك ريزيستنس، الاستاتيك ريزيستنس والدايناميك ريزيستنس اند سو. خلاص كده يا شباب، وادي الاي اس بيساوي ايه في الجي اس، ده اكزامبل الراجل شرحه، ادي الدبليو جاب الدبليو وجاب البوتنشال باريرز، جاب التوتال، ادي التوتال ويدز اهيت، جاب الاي ماكسيمم، ابتدى يعني ده اكزامبل كده تمشوا ايدكم فيه، تاخدوه كده وتحسبوه وتشوفوا النتيجه لو المطلوب. طيب انا لو اديتك مساله ثانيه، قلت لك ان بدل ما التشارج ديستريبيوشن كان شكلها مربع بقى جريدينت كده خط مستقيم عادي خالص، ايه المشكله؟ المشكله ان انا هاخد المعادله ديت واقول انها اي اكس وكامل، ايه اكس تبقى ايه اكس تربيع واكس انا ممكن اجيبها لك في الامتحان مش ما هيش بالشكل ده، ده عباره عن ساين ويف كده ساين ويف، جزء من الساين ويف بوزيتيف ونيجاتيف، تمام خلاص ما فيش مشاكل. بدل المعادله اللي هي ايه اكس هتبقى ساين اوميجا تي، ساين اوميجا تي من كذا لكذا وساين اوميجا تي من كذا لكذا لكذا وكامل عادي خالص الساين كوزاين، واطلع البوتنشال بارير واطلع الدبليشن ويدز وارسم الكيرف بتاعي. يعني ده اكزامبل تاني يعني باللينير جريدد جانكشن، انا ممكن العب لك في الامتحان واجيب لك دي ساين، بس ساين هنا تبقى ساين هنا النص الموجب وهنا النص السالب عشان تبقى بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج عشان تبقى ماشيه مع الجانكشن، واضح؟ طبعا المثال ده هناخده على السريع كده، هطلع الدبليو والفي ماكسيمم والابسلون ونفس السيناريو اهو، بلت ان بوتنشال يوصل كام، وادي الايكويشنز وحليت نفس الكلام، نفس الكلام اللي انا استخدمته هناك، بس ده في المساله جديده. ماشي يا شباب خلاص كده، يعني ده اكزامبل بس باستخدام فانكشن تانية، مش ما هيش مربع زائد سكوير فوق ومربع تحت زي دي كده مثلا على سبيل المثال، اهي لو انا بصيت لدي كده مش زي دي، معلش انا اسف، اهي مش زي دي، اهي دي مربع كده، انا خدت المره دي جريديان كده خط مستقيم بالشكل ده اللي انتم بتشوفوه قدامكم اهو، ده عادي خالص هعوض عن المعادله واجيب الاي ماكسيمم والاي مينيمم اند سو اون، واطلع الكيرف اهي، ما اشوف خدها المره دي بيساوي كام؟ اي اكس. انا ممكن اجيبها لك ساين ويف. النقطه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها بنقول الجانكشن هنا واخده زائد ونقص، خلي بالك شوف ده الرو اس شكلها ايه؟ دي صعبه جدا انك تحلها. لان الفانكشن مش ثابته، بس في رؤوس في هنا زائد تشارج وفي دلتا كيو وفي ناقص دلتا كيو، تمام كده.
واضح؟ طيب المكثف، المكثف عبارة عن لوحين بينهم مادة عازلة. طب ده ما فيش بينهم مادة عازلة، بس فيهم جهد عاجز، حاجز يخلي الفولت ما يخلي التشارج ما تجيش على بعضها. يبقى في هنا كاباستنس. الكاباستنس بتساوي كام؟ سي بتساوي كيو على الفي تقريبا، مش كده؟ سي بتساوي كيو على الفي، او زي المقاومة بتساوي كام؟ في على الاي. وبالتالي لا، احنا قلنا المقاومة بتساوي الدي في على الدي اي، او الكاباستنس بتساوي دي كيو على الايه؟ الدي في. واضح كده يا شباب؟ طيب لو احنا غيرنا الفولت اللي هنا، التشارج هنا بتتغير ولا بتتغيرش؟ الويدز نفسها بتتغير، واضح؟ وبالتالي الكاباستنس هنا بتتغير كدي كيو باي دي في. يبقى الجانكشن هنا تمثل كاباستنس، تمثل كاباستنس. الكاباستنس ديت بنسميها الدبليشن كاباستنس، لانها الدبليشنز عباره عن ماده اهوت، وادي الالكتريك فيلد، والدي كيو، دي كيو بتساوي ابسلون في الكلام ده، وانا عندي جي سي جانكشن بتساوي دي كيو على الدي في. هتلاقي القانون على طول بتساوي ابسلون على الدبليو، بمعنى الدبليو تزيد الكاباستنس تقل، الدبليو تقل الكاباستنس تزيد. لو انت خدت حتى كمان السي اللي انت كنت واخدها زمان بتساوي السي ابسلون ايه على الـ على الـ على المسافه دي، فراد بير سنتيمتر تربيع اللي هي في المساحه يعني، خلاص كده. فلو الدبليو احنا عارفين نجيب حسابتها، حسابها اهو، ادي الدبليو اهي، مش كده؟ طب لو الدبليو اتغيرت الكباس، الدبليو هنا بتتغير عن طريق مين؟ عن طريق الفولت الابلايد. سواء بقى هنا خلي بالك ريفرس بايز او، بس هنا بيلاحظ اني ان 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 التاثير بتاعي في الدبليو بيبقى مور افكتيف، او مور يعني مور سنسيتيف، او يعني التشنج عالي جدا في حاله الريفرس بايز. لكن الفورورد بايز بيبقى التغير في التشارج، لان معظم التشارج بتعدي ككرنت، انما هنا ما بتعديش. في الريفرس بايز ما بتعديش لانها بتبقى محبوسه، وبالتالي بتمثل قيمه دي كيو باي دي في عاليه جدا. ماشي يا شباب، ادي السي جانكشنز. طبعا هو جاب عشان يتخلص من الجذر التربيعي ده، ربع ورسم العلاقة، بقت خط مستقيم. وفي اللحظة ديت عند في بي، عند الفي بتساوي في بي اي، لو عوضت هتلاقي الكلام ده بزيرو، الواحد على السي جي. وبالتالي هنا ابتدى يقول ان انا برسم الكاباستنس، كل اللي انا هاخده من اللعبة دي، كل اللي هاخده من اللعبة دي ان في كاباستنس تتغير بتغير الفولت بتاعها. طبعا الابلكيشنز هنا كفاريكتور او فاريبل كاباستنس، فاريبل رياكتور او كاباستنس بيسموه فاريكتورز، اللي هي البي ان جانكشن في الريفرس بايز. ادي القانون، ادي السي اللي بتتغير مع الكاباستنس. ببتدي انا يعني طبعا ده في اللينير جريدينت تطلع تلت، في الابرابت تطلع مش عارف كام، اللي هي الان ده الجنرال موديلنج بتاعها. ادي الفاريكتورز، ده الجنرال ايكويشنز بتاعتي. طبعا الفاريكتور هنا بيستخدم في الريزونانس سيركتس وعمليه الاسكان، ان انا لو انا عندي دي بتعمل رنين عند اوميجا واحد على جذر ال سي. طب لو انا غيرت الكاباستنس دي بتغيرها ازاي؟ يا اما مانيوال، يا اما تقعد تلعب في بقره، يا اما تغيرها باستخدام الفولت الابلايد عليها، الفير ريفرس الابلايد اللي عليها. خلاص كده يا شباب، الفي ريفرس ابلايد عليها، وبالتالي انت تقدر تعمل اوتوماتيك سيرش على ريزونانس فريكونس معين، او محطه تشانل معينه باستخدام الفولتج الابلايد الريفرس اللي عليها. طبعا انا هنا ده اكسرسايز، وده مطلوب منكم. انا عندي اتنين دايد، دايد واحد ودايد اتنين. دايد واحد له اي اس واحد، ودايد اتنين له اي اس اتنين، يعني الاتنين دايد مش زي بعض، لا ده له دوبنج وده له دوبنج تاني. دول ايكويفالنت ل1 دايد على التوازي، يعني دول ايكويفالنت زي المقاومتين على التوازي. انا عايز بقى الدايدز ده ايه البارامتر بتاعه؟ الاي اس بتاعه بيساوي كام؟ والاي في كاركترستيك بتاعته بتساوي كام؟ الايكويفالنت للاتنين دايد. وده اكثر زي تعملوه كده عشان لو ربنا سهل وجبناه في امتحان. اتمنى انه يكون واضح. طبعا الـ 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 السؤال الثاني، لو هما سيريز الايكويفالنت هيكون شكله ايه؟ اوكي ماشي.
اعتقد كده احنا ده الفاينل، واتمنى ان حضراتكم، اتمنى ان يكون ان شاء الله كده فاهمين وكده خلصنا البي ان جانكشن، واتمنى ان شاء الله نخش على الباي بولر جانكشن ترانزستور. شكرا.